السلام عليكم ورحمة الله. في سلسلة تعلم دروس اللغة الإنجليزية سنستأنف بدرس شرح The Future Perfect Continuous. في هذه الحصة هنعطيكم طريقة بسيطة اللي تعرف بها الفرق بين Future Perfect Continuous و Future Perfect و Future Simple. يعني ملي يكون عندك Future Perfect Continuous تعرفوا هذا راه عندي، خصوصا الا كان عندك امتحان، يعني دوز واحد تيست غيعطيك مثلا اختيارات يخلي لك الكازي خاويه واش غدير فيوتشر بيرفكت كونتينوز ولا فيوتشر بيرفكت ولا فيوتشر سيمبل. The future perfect continuous tense represents a continuous action which will be done at a certain time in the future. ما يعني ان الفيوتشر بيرفكت كونتينوس كيمثل لك واحد الاكسيون من اللي مستمره اللي غادي تحدث في المستقبل. If two actions take place in the future, the first one which will be continued is future perfect continuous tense and the second one is simple present tense. بما معنى إلا كانوا بما معنى إلا كانوا عندي جوج ديال الأحداث اللي غيحدثوا في المستقبل، الحدث الأول اللي مستمر هو اللي كيتسمى future perfect continuous، الحدث الثاني اللي غيحدث كيتسمى simple present. بما معنى أنا عندي جوج ديال الأحداث في المستقبل، حدث مستمر حدث هو الأول وحدث ثاني اللي غيجي. الأول كيتسمى future perfect continuous، الثاني كيتصرف simple present tense. هنشوفو هنا example. The future perfect continuous tense: they will have been playing football in that field before you reach. سيكونون يلعبون الكرة قبل أن تصل. April will have been gossiping in the coffee shop before she comes here. April, اللي هو اسمين دي البنت، ستكون تترتر في المقهى قبل أن تصل هنا. Bob will have been studying in the library before he comes to class. Bob سيكون يدرس في المكتبة قبل أن يصل إلى القسم. We will have been shopping in the market before you come home. سنكون نتسوق في السوق في ذلك السوق قبل أن تأتي إلى المنزل. We will have been watching a movie in the cineplex before you come. سنكون نشاهد فيلم في سينما قبل أن تصل. دابا هنا في هاد الأمثلة كاملين اللي دابا شفنا كنلاحظوا عندنا جوج الأحداث، حدث مستمر وحدث تاني اللي غيجي من بعد غير مستمر. الحدث اللي خدا مدة زمنية في الفيوتشر تصرف في الفيوتشر بيرفكت كونتينوس، الحدث الثاني اللي جا من بعد تصرف في البريزنت سيمبل. الفورمولا ديال الفيوتشر بيرفكت كونتينوس راه باينه I will have been و present participle of the verb، يعني الverb ديالي كنزيد عليه ال ing word. كانت عندي مثلا هنايا watch ولات عندي watching. I will have been watching. الحدث الثاني اللي جا من مور الحدث الاول اللي كان مستمر في الوقت تصرف في ال present simple، يعني مثلا عندي الverb come عتولي I come, you come,
He comes, she comes, it comes, we come, they come. عادي جدا بحال كما كيتصرف الـ present simple في العادي ديالو، يعني أن the third person كتاخد الـ s، هي she it كتولي comes. I will have been singing different kinds of songs before you join us. هنا عندي الحدث الأول I will have been singing. تصرف في future perfect continuous. وكنشوف الفورمولا ديالي ديال future perfect continuous اللي هي will have been plus present participle. هنا عندي الverb sing كتزيد عليه ing word كتولي عندي singing. وهنا هاد الحدث هو مستمر في الفيوتشر، يعني I will have been singing different kind of song، يعني غنغني بأغاني مختلفة، يعني حدث مستمر خدا واحد المدة زمنية في الفيوتشر. عاد جا الحدث الثاني هو you join us، التحقتي بنا. I will have been attending the program before you come here. سوف أحضر البرنامج قبل أن تصل. هنا كنشوفوا المزيد من الأمثلة. They will have been playing hockey in that field before you reach. يعني تقريبا بحال المثل اللي كنا شفنا قبيله، مثال اللي شفنا قبيله ديال they will have been playing football. لا ميم شوز، ما كاين شي فرق. They will have been playing hockey in that field. سيكونون يلعبون الهوكي في الملعب، في ذلك الملعب قبل أن تصل. The poet will have been writing a romantic poem before the program starts. يعني أن الشاعر will have been writing a romantic poem، سيكون يكتب قطعة شعرية رومانسية قبل أن يبدأ البرنامج. هنا كنشوفوا أن المدة الزمنية اللي عياخد الشاعر هي مدة طويلة، والحدث كان هو الأول، يعني أنه هو future perfect continuous. الحدث الثاني اللي عندي تصرف في present simple. The lyricist will have been writing a realistic song for the film. The lyricist هو اللي كيكتب lyrics، يعني كيكتب كلمات الأغاني. Will have been writing a realistic song، يعني سيكون يكتب أغنية واقعية for the film. هنا راح نشوف واحد الاكزامبل في الانتروغاتيف فورم. Will you have been going to the concert of the realistic songs before I come؟ هنايا كنشوفوا الفورمولا تبدلات، will هي اللي سبقات يو، يعني في العوض مع في الافيرماتيف فورم اللي كتكون you will have been going، عتولي عندي will you have been going. هذا هو الفرق في الانتروغاتيف فورم. هنا عاوتاني عندي اكزامبل اخر في النيجاتيف فورم. I will not have been attending the program before I finish this job. يعني في العوض ما كانت عندي I will have been attending، عتولي I will have، I will not have، يعني will not have ماشي will have not، أتكون عندي I will not have been attending. هذا هو الفرق، يعني affirmative form عندي will have been plus present participle of the verb
L'interrogative form تولي عندي will you have been plus the present participle form of the verb. Negative form تولي will not have been plus present participle. Robin will have been joining us at the meeting before you reach. يعني جو روبن will سيلتحق بنا في الاجتماع قبل أن تصل.